ندوة تثقيفية جديدة لحزب حماة الوطن نظمتها أمانة محافظة الغربية، وذلك من منطلق أهمية التثقيف المعرفي وللتوعية بمجهودات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ. اعتماد صانع القرار السياسي المصري بالقضية الفلسطينية منذ 48 وحتى اليوم له العديد من المظاهر التي سيوضحها السبت التاريخي للدبلوماسية المصرية والآليات السياسية وأيضا العسكرية. لو الفلسطينيين سابوا أرضهم وجودوا في سيناء القضية الفلسطينية انتهت إلى الأبد. وهنا أنا بحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل. كلنا بندرس التاريخ المصري ونعرف إن موقعت ماجدو، لكن لازم نتأكد هنا إن دي مدينة فلسطينية. طلع الجيش المصري فيها يدافع عن ما نسميه الآن الأمن القومي العربي. الكلام ده قبل مصر ما تبقى عربية وقبل كمان فلسطين ما تبقى عربية. وجاءت الندوة بحضور قيادات وكوادر الحزب، كما تم استعراض مساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر لمساعدة الأشقاء في فلسطين.